اللاعبين الاستثنائيين واللاعبين العاديين. هذا بفوما، بفوما ثيابي، بفوما، وانقضاض ناجح من لسان ديارة في اللحظة المناسبة على الكرة، يتحول اتجاه الهجوم إلى الناحية الأخرى من الملعب والاحتفاظ بالكرة بذكاء، وكاكا يعطيها لكريستيانو رونالدو ومعه هيغوايين يقدم إليه، وهيغوايين في المرمى، هدف أول لريال مدريد في الدقيقة 17. عمل جماعي ممتاز وتحول من هجمة هنا إلى هجمة هناك. لاحظوا كريستيانو رونالدو يعطي الكرة لهيغوايين باللحظة التي طلبها فيها، ومباشرة هيغوايين لا يضيع الفرصة، يستعيدها من كاكا، ينقلها إلى أربيلوا، أمامية الكرة هناك خطيرة وتصويبة رائعة، هدف ثاني ممتاز من هيغوايين، أظنه أجمل أهداف هيغوايين مع الريال. لاحظوا هذه الكرة كيف دور الكرة ريال مدريد بين لاعبين مباشرة بلا رحمة، تصويبة لا يشق لها غبار في سقف المرمى، تنفض الغبار عن الشباك وتعلن تغطية أول هدف له مع الريال في الليغا الإسبانية. لاحظوا، لاحظوا هنا كيف غير اتجاه وكيف ضيع المدافع الحقيقة فورلين ثم أعطاها لكاريخون، كان يستطيع هنا كريستيانو رونالدو لو أراد أن يصوب لكن فضل أن يمرر، وبالفعل كان الخيار الأصوب وأعطى كاريخون فرصة هدفه الأول هذا الموسم ليحرز هذا الهدف في الدقيقة 82. النتيجة ترتسم على الوجوه لا محالة، هذه كرة إلى الأمام وفرصة هدف رابع، بالفعل هدف رابع، وهيغوايين يحقق الهاتريك الثلاثية للأرجنتيني هيغوايين، ويرفع رصيده إلى 5 أهداف مع الريال في سانتياغو برنابيو. إنما هنا في هذا الملعب فهذه نتيجة كبيرة ونتيجة عريضة، غلطة دفاعية استغلها مباشرة هيغوايين، قبل الهدية من داتولو البديل وخطفها مباشرة.